فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله تلك ولا وبعد سنة وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم وكتاب الأيمان والنذور. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل مهما تعاظم لم يكن إخلاص لوجه الله الكريم لا يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الحبر الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. نعم، هذه من بيان حسن التشريع لله جل في علاه، وهذا فيه الرد الأكيد على من اتهم الإسلام بمسألة العبودية والرق، وهذا إن شاء الله نبين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين. أبو كامل فضيل بن حسين، وهو من ثقات الأثبات، مر علينا كثيرا، روى له أصحاب الكتب. قال: حدثنا أبو عوانة الضاح بن اليشكري، وهو أيضا من ثقات الأثبات، روى له كثيرا. عن فراس. فراس من ثقات من أصحاب الصحيح، من رجال الصحيح. عن ذكوان أبي صالح. عن ذكوان أبي صالح، وكما قلنا أبو صالح وهو من ثقات أيضا الأثبات ثم. راوله الجماعة شيخ ما يعني ما تحتاج إن تقول قطرب. عن زازان، من زازان؟ نعم، من الرجال الصحيح الغالب تعالى. تفضل. قال قال أتيت ابن عمر رضي الله عنه، عمر من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان يهجع من الليل. وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وعنه رضي الله تعالى عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وقال الإمام مسلم وعن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفى، ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وعن المسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لا الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله
فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. نعم، هذا الباب باب عظيم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذه الشريعة الغراء وسماحة هذه الشريعة الغراء غاب عن كثير من الناس الذين انتقدوا الإسلام وأهل الإسلام في مسألة الرق والعبودية، وقالوا دين يستعبد الناس كيف يكون قومه أحرارا. والحق بأن الكلام هذا كلام خبط عشواء وفيه جهل مركب، وأيضا فيه ما فيه من هؤلاء ضعاف النفوس الذين قد أهدروا هذه الأبواب، الكلام على العتق وعلى العبودية وعلى الرق، أهدروا هذه أبواب الفقه في الكلام عليها، قالوا أنتم تجعلون الناس يضحكون علينا أو يتهمون الإسلام. والحق بأننا لو نظرنا إلى غير المسلمين نراهم يستعبدون الناس تعبيدا ما يعلم به إلا الله جل في علاه، ونراهم أيضا قد استحلوا الرق وحرموه على الإسلام. وإن نظرنا إلى الإسلام وفقه الرق في الإسلام، أولا ترى أن الأمر كان جزاء نفاقا وأجرا طباقا، كل مسلم حر ولا يمكن أن يكون رقيقا بحال من الأحوال. لما فر هذا العبد اللئيم من رق الرحمن جزاه الله جل في علاه فوقع في رق الشيطان ورق عباد الرحمن سبحانه جل في علاه، لما تمرد على ربه جل في علاه، لما أبى أن يكون عبدا خاضعا لربه جل في علاه، جعل الله عبدا لغير الله جل في علاه، لعباد الله جل في علاه. قال الله جل وعلا مبينا إكرامه لعباد الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفة العمر التي هي من أشرف الوظائف، والدلال على ذلك أن الله جل في علاه لما شرف أعظم الخلق قدرا ومكانة عنده ما شرفه إلا بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فشرفه بالعبودية حالة كونها معجزة. وأيضا عند الوحي قال: وأوحى، قال الله جل في علاه: وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال الله جل وعلا في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأيضا قال في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه: ولما قام عبد الله يدعوه، فأشرف ما يكون المرء فيه هو أن يلبس ثوب العبودية. فلما خلعها الكافرون الفاجرون وما ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا رقا لله جل في علاه، جعلهم الله رقا للشيطان أو لعباد الرحمن جل في علاه. ففلسفة أو فقه الرق هو الذي المرء الذي خرج عن عبودية الله جل في علاه فإنه يستحق بكفره إذا كان سبيا من السبي عند قتال المسلمين للكفار أن يكون كذلك، لأنه كما قلنا تمرد على ربه جل في علاه فجعله الله جل وعلا تحت يد عباده المؤمنين الصالحين الصادقين المخلصين المخلصين. هذا فقه الرق. ومع ذلك فإننا نقول القاعدة الفقهية العظمى: الشرع يتشوف جدا للعتق، الشرع يتشوف جدا للعتق. فإذا قلنا حتى بجواز الرق وإن كان كافرا فاستحق ذلك، فإن الشرع يتشوف إلى تحريره ولا يعني يتشوف إلى الإمساك على عبودياته. والدلال على ذلك كثيرة جدا، أنت ترى كفارة اليمين ترى فيها قال الله جل في علاه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأيضا بين الله جل في علاه في كفارة الظهار تحرير رقبة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل ينتف لحياته ويضرب ويخمس وجهه ويقول: ربي، ويقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. فهذه فيها دلالة أن الشرع متشوف جدا لمسألة تحرير الرق، دلالة أنه لا ليس من أصول منهج التشريع مسألة الرق، لكن كانت المسألة كما قلنا على الجزاء الوفاق لمن هرب وفر من رق الرحمن سبحانه وجل في علاه. وأنت ترى الآن من جوانب سماحة هذه الشريعة الغراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. العلماء يقولون في هذه المسألة، هذه المسألة الأولى من مسائل الفقه، وهي مسألة عظيمة تبين لنا حسن التشريع هذه الشريعة الغراء، بأن أقل ما يقع فيه السيد على عبده بأنه أمره بأن يعتقه، والعتق كما قلنا متشوف إليه الشرع. فهذه من حسن المعاملة وحسن الخلق وحسن أيضا السيادة، فإن كان سيدا على عبد فلابد أن يكون رفيقا هينا لينا. أما رأيت سيد البشر كيف يتعامل مع الخادم أنس بن مالك رضي الله عنه، كان صغير السن وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه وسلم فيراه والغلمان فيقول: السلام عليكم والسلام عليكم، ويسلم عليهم.
ثم يبعث أنس بن مالك رضي الله عنه في الحاجة فيمر فيجد يلعب ويتأخر ولا يأتي بالحاجة ولا يأخذ الحاجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أنس بن مالك: لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، وهو يذكر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما لم أفعله لما لم تفعل. يحيل ذلك إلى القدر، يقول لو قدر له لفعل. هذا من حسن الخلق، ولذلك أمر الجميع بحسن الخلق حتى مع العبيد. فبين السلام أن إخوانكم خوالكم، وبين السلام وأمر أنه إذا ولي الطعام أن يعطيه لقمة أو لقمتين، هذا إن لم يفضل أن يجلس معه فيأكل معه على مائدة الطعام من حسن العشرة لمن يستخدمه. فالغرض المقصود من المسألة الأولى: قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، وهذا كما قلنا من الكفارات التي ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم السادة. وإن كان النظر عند العلماء هل هذا يجب أم لا، هذه المسألة الثانية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكفارته أن يعتقه، أو قال فإن كفارته أن يعتقه وأمره بالكفارة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوها، فقال علماؤنا إذا يجب عليه إذا أساء إلى عبده أن يعتقه. وهذه كما قلنا فيها التأديب والزجر والتعليم، وفيها الإلزام بالإعتاق إذا لطمه أو يكون قد أساء إليه في التعامل. العلماء قالوا بأن الأمر هنا ظاهر الوجوب، والجمهور منهم الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة، بل والأحناف قالوا بأنها على الاستحباب وليست على الوجوب. وقلنا لما على الاستحباب؟ قالوا عندنا الصارف الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقوه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن امرأة قد أخطأت فلطمها سيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، أو قال اعتقوها، فقالوا ليس لهم خادم غيرها أو غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستخدموها، فإن استغنوا عنها فليعتقوها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوها أمر، فلما قالوا لا خادم لنا إلا هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا عليه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأمر ظاهر ليس بإيه للوجوب. لو كان واجبا لما تراجع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا ما عندنا إلا هو فقالوا إذن فلا تعتقوها. هناك قول آخر أو نظر آخر يقول لا، الأمر على ظاهره وهو على الوجوب، ونحن أسعد الناس بالدليلين وندور مع الدليل حيث دار. يعتقها وجوبا إلا ألا يجد غيرها، يعتقها وجوبا إلا أن لا يجد غيره. هذا أقرب أن يعني يقول بأن العتق يلزمه إلا أن يكون ليس عنده غير هذا الخادم فيبقي عليه من أجل المصلحة. وهذه أيضا تدلك على مسألة أخرى نتكلم فيها، في أن نظر الشرع هنا للمصالح العامة، والنظر إلى مصلحة السيد نظرة مصلحة العبيد. لذلك أنت ترى أن بعض الفقهاء لما نظر أن الشرع ينظر جدا جيدا جدا للسيد، وبين أن السيد حتى ولو كان أراد الحج فلا يحج إلا أن يستأذن سيده، لأنه صار ملكا لسيده، وقته ملك للسيد، ماله ملك للسيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبيع، فماله للبيع إلا أن يشترط المبتاع. لذلك ترى هنا نظر الشرع منصب إلى مصلحة السيد، فإن انعدم الخادم إلا خادم واحد فإن الشرع يقول لا، نبقي المصلحة العامة للسيد حتى لا نضره بالعتق، لكن إذا استبدل غيره أو تملك غيره فله أو نقول يجب عليه أن يعتق هذا العبد كفارة لما أساء إليه في المعاملة. وهذه أيضا إن تدلك على أن أصل ديننا حسن الخلق مع الجميع، أصل، وإلا فالعبد أصالة يكون كافرا، فأصل ديننا حسن الخلق مع الجميع حتى مع الكافر. وهذا الذي أدخل الناس في دين الله أفواجه، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين مع الغير، هو الذي أدخل كثير من الناس في الإسلام. لما جاء الرجل حالة كفره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء فأعطاه واديا من الغنم، قال يا قوم أسلموا، إن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. الجود من حسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى، هذا من حسن الخلق، قد أثر في الكافر فدخل فذهب داعيا لقومه بأسرهم، فقال أيها الناس ادخلوا في الإسلام فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن الغلام اليهودي وهو على يهوديته، لما علم بالغلام اليهودي أنه مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، هذا من حسن الخلق. وتعاهد الجيران، فلما عاده قال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم فأسلم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهتموا بأخيكم بعدما مات. أيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يذبح الذبيحة فيسأل هل أعطيتم منها لجيراننا اليهود، فيقولون لا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ولو كان على الكفر. هذا من باب حسن الخلق في التعامل مع الغير، فهو يؤثر تأثيرا إيجابيا جدا على الغير، فيدخلون في دين الله جل في علاه أفواجه.
المسألة التي تلي هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما لغير حد، من ضربه لغير حد فكفرته أن يعتقه. هنا قوله من ضربه لغير حد فيه تقييد، يعني من ضربه لغير حاجة أو لغير تعد منه، من ضربه لغير حد هذا قيد، قيد يجعلنا نقول المنطوق له حكم، إن ضربه وقد أساء وقد تعدى فكفارته أن يعتقه. طب ضربه بغير تعدي بغير حد، فقلنا إذن المفهوم يعمل به هنا، يبقى إذن إن ضربه تعديا فعليه أن يعتقه، وإن ضربه على غير تعدي فلا إلزام بالعتق بحال من الأحوال. يعني لو قال له ائتني بكوب من ماء فلم يعطيه وتأخر، ولما تأخر قال له ائتني بكوب من ماء فتأخر مرة ثانية، فقال ائتني بكوب من ماء فتأخر، فله أن يضربه تأديبا وزجرا وتعليما، ولا شيء عليه في ذلك. لأن ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضربه لإيش؟ لحد. إن ضربه لحد فلا عتق، إن ضربه لغير حد فعليه أن يعتقه كفارة لذلك، على الخلاف المشهور في مسألة الوجوب والاستحباب، وإن كان الأئمة الأربعة يرون الاستحباب. لا غرو ولا عجب أن نذكر الأمر المهم الجلل في هذا الباب عن الجارية، الجارية التي كانت تسعى وترعى الغنم، فجاء الذئب غفلت غفلة، فجاء الذئب فإيش؟ فأخذ غنمة فلطمها سيدها هو معاوية بن حجب السلمي، فلما لطمها عاتب نفسه وتراجع وعلم أن هذا ليس من هدي الإسلام وأن هذا ليس من هدي نبي الإسلام، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان من جاريتي كذا وكذا، أفأعتقها يا رسول الله؟ قال تمهل على رجلك ائتني بها. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. أين الله؟ هذا سؤاله الآن مشروع، من الذي سأل؟ عجب ثم عجب، نتعجب عجبا عظيما ممن يقول يحرم على الإنسان أن يسأل عن الله بأين، ومن أشار إلى السماء قطعت أصبعه. طب الله نستلم الذي أشار والذي أسأل، ماذا تفعلون؟ كيف تقولون ذلك والنبي سلم هو الذي قال أين الله؟ هو الذي سأل. فإذا الكلام على أن السؤال بأين الله جل في علاه هذا سؤال لا يصح، هذا كلام لا يصح ولا يقبل ولا يسمع، لأنه في رد صريح لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله؟ قالت الجارية اتنحنح كمان، يعني خلاص انتهى الموضوع، الرجل نفش ريشه بطريقة أعظم. فضل شيخنا، هذا الرازي بعدما ساح بعدما سبح سباحة طويلة في بحر الظلمات بحر الكلام، قال ما شفت لي غليلا، ثم قال فمات وكتاب البخاري على صدري، وقال ليتني مت على عقيدة عجاز نيسابور أو 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 الجويني. ما هو سيده أيضا في المذهب. نعم سيده في المذهب يعني، لكن هذا من المتأخرين وهذا من المتقدمين. نعم هو طبعا الفطرة، نعم ما أريد يقول على الفطرة، والفطرة أنه جبل بأن الله جعل في السماء، والدلالة على ذلك بأنك إن أردت الدعاء لا يمكن أن ترفع يدك إلى الخلف ولا إلى تحت ولا إلى اليمين، ما ترفع يدك إلا إيش؟ إلى الأعلى. والدلالة على ذلك الحوار الذي حدث بين إيش؟ بين الهمداني وبين الجويني، قال لما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، فقال دعنا الآن مما تقول، لأنه هو قال إيش؟ وما زال الله على ما كان، مفهوم؟ فقال دعنا الآن مما تقول، قال بين لي جلي لي يا إمامي ما رأيت أحدا أراد أن يدعو ربه جل في علاه إلا فطرة اتجه إلى السماء. كيف نجيب عن ذلك؟ فضرب الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه يجد ذلك نفسه، إذا أراد الدعاء لا تراه ينظر إلا إلى السماء. إن قلتم بأن الله في كل مكان، ما تخلي بقى إيد واحدة في الأفا وإيد واحدة في الأمام ويد مثلا تحت، لا ده أنت مجبر إذا وجدت من البلاد تنزل عليك أن ترفع يديك إلى السماء، هذه جبلة، ما تستطيع أن تخالف ذلك بحال من الأحوال. لذلك قال لها بالفطرة، قال لها أين الله؟ قالت، وانظر بقى هنا الدليل الأثري، قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هنا قال فأعتقها فإنها مؤمن، أو أعتقها فإنها مؤمن. العلماء يقولون ترتيب الحكم على وصف بالفاء بعده بالفاء دلالة واضحة جدا على العلية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها، والسبب الأصيل في اعتاقها أنها مؤمنة. وين بقى دلالة الإيمان؟ دلالة الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالة الإيمان ما وصفت، قالت الله في السماء، هذه عقيدة المؤمنين،
لأن لما قالت في السماء أنت رسول الله قال إذن تكامل التوحيد عنده توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فقالت في السماء فقال فأعتقها فإنها مؤمنة، يعني هي مؤمنة لما أجابت بهذه الإجابة. فهنا أيضا نرى أن من حسن الخلق أنه أمره بإعتاقها وكان يدخل أنها كانت مؤمنة. المسألة التي تلي هذه المسألة بأنه في بعض الروايات قال سويد بن مقرن لأنه لطم خادما له فقال له عجز عليك إلا حر وجهي فقضى يتوني سبع سبع. ثم ذكر بعد ذلك سويد في رواية أخرى قال فلطمها فغضب سويد فقال انصمها كما لطمتها أو قال هذه بتلك فعمد إلى إليه فلم تطمها. الغرض المقصود قالوا لطمة بلطمة، قالوا لطمة بلطمة قصاصا. وصحيح أن اللطمة ليست فيها قصاص، القصاص في الدماء ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب أو في الجروح، والجروح قصاص. فاللطمة ليست فيها قصاص، ممكن اللطمة هذه ترجع لولي الأمر يشوف التعذير وما يكون فيها من التعذير ما يكون فيها قصاص. وقد يكون فيها إيش مقابل مصالحة، زيد لطمة عمرو فعمرو قال حقي فممكن أن يرضيه بألف درهم هيجعل خده مداس مش 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 تلطيش افعل ما شئت بس هات الألف درهم. الغرض المقصود كل ذلك يعني يكون مقابل هذا، يعني ليس قصاصا هنا في مسألة اللطمة، لا هي المسألة بأسرها تكون ولي الأمر وأنه على المسألة على التأديب والزجر والتعذير. المسألة قبل الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي مسعود وهو يضرب خادمه فقال أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود، جذب الانتباه، التكرير هنا لجذب الانتباه حتى ينتبه. وهذه فيها دلالة على أنك يمكن أن تعتذر للمرء الغضبان إن لم يرد عليك أنه لا يمكن أن تقول بأن عقله إيش موجود مستحضر. ودلالة على ذلك أن السلام كلمه فلم يلتفت وقال له العبد أعوذ بالله لم يلتفت، فصرخ في وجهه وقال أعوذ برسول الله، فانتبه رجل فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء يتكلمون في هذا الباب على أن الغضب يغطي العقل فلا يكلف المرء، عند الغضب إذا غضب المرء فغطى عقله الغضب فلا يكلف، لو رمى نفسه من الشباك ومات فهذا لم يكن منتحرا عند الله جل في علاه. لما؟ لأنه فعل من لا إرادة له في فعله. فالغضب الذي يغطي العقل فإن المرء فيه غير مكلف. والغضب على مراتب ثلاثة، مرتبة العقل فيها موجود لكن الحدة والعصبية موجودة، وغضب العقل فيها غير موجود، وغضب هو وسط متردد بين حضور العقل وبين غير حضور العقل. أما الغضب الأول فباتفاق المرء فيه مكلف، لأنه لو دخل المرء على امرأته فقال الطعام قالت الطعام ما زال ليس بعده، ولما قال أين الثياب قالت الثياب في الغسالة، ادخل أنت راق أنت طالق، ضرب لطمها أولا في وجهها وقال أنت طالق، ثم يتصل بعد ذلك ويقول كنت غضبان فلما قلت لها أين الثياب قالت في الغسالة فأغضبتني أكثر فطلقتها. وهذه الطلقة الثالثة وأنا أعلم، هو الآن بيفتي وبيسأل وبيفتي، وأنا أعلم أن الغضب لا يكون فيه المرء الطلاق لا يقع فيه، هل هذا يصح؟ هو في أحد يطلق امرأته وبيقبلها ولا يطلق امرأته ويبتسم لها؟ لا يمكن، الغضب يكون موجود نعم لكن عقله موجود، فهذا الغضب باتفاق يكون المرء فيه مكلفا. والغضب الثالث الذي لا عقل معه باتفاق أنه لا يكون مكلفا وطلاقه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيه إغلاق، قال لا طلاق فيه إغلاق، والإغلاق هو إغلاق العقل كلياته، إغلاق العقل. طبعا إذا سألت عن وصف إغلاق العقل كلية أن تذكره بما فعل معها فلا تذكر، تكلمت معه قالت أنا تكلمت مع صديقي من فترة وتكلمت مع صديقي الآخر في الفيسبوك وإحنا نتجاذب أطراف الحديث، طبعا رجع عمال أسمع صديقي صديقاتي صديقي يعني ما استطاع أن يحتمل كلمة صديقي هذه من امرأته، فذهب يتكلم معها بهدوء فهي صارت عليه قالت أنت جهلي، أنت تذهب في قرن الإبل والجمال متى ما تذهب في هذا القرن، الأصدقاء كثر. المهم الرجل اشتد الأمر عليه فغلب على عقلي فقال لها الآن بعدما ضربها قال لها أنت طالق، وبعدما قال لها أنت طالق رماها حتى كسر يده وكسر كل ما في البيت. فلما اتفق بعدها بساعة بعدها بساعتين قلنا رجل اتق الله إفساد المال لا يجوز، أنت كسرت كذا وكسرت كذا وكسرت يدها
قال والله لا أذكر شيئا البت في هذا الباب. فإن لم يتذكر ما حدث بينه وبينها فهذا إغلاق، هذا إغلاق. وإن تذكر بعض الشيء ولم يتذكر الأغلب، أغلب ما دار بينه وبينها، أيضا قلنا هذا إغلاق. فإن كان هذا إغلاق فلابد أن تطبق عليه حديثنا والسلام لا طلاق فيه، لا طلاق فيه إغلاق. لكن هنا الغضب الذي كان مع أبي مسعود كان غضب فيه العقل إيش؟ حاضرا، كان العقل فيه حاضرا، لم يكن متغيبا. لما؟ لأنه لما صرخ العبد في وجهه وقال أعوذ برسول الله التفت، فهذه دلالة واضحة جدا أنه كان حاضرا. لكن المسألة الأولى أنه خوفه بالله وقال أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منه، وهذا جذب انتباه، وهذا لا يكون فيه إلا لمن، إلا للمؤمن التقي، عندما تقول له مهما عظمت قوتك فإن قوة الله جل في علاء عظيمة، وقوة الله أعظم، وقوة والله عليك أقدر. والله جل وعلا يقول إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإن الله جل في علاه إذا أراد أن يهلك قوما أو أراد أن يهلك قرية أو أراد أن يهلك أمة أهلكها بصيحة ملك، فاتق الله واعلم أن الله جل عليك قادر، فيتراجع المرء. وهذه أيضا لا تكون إلا للمؤمن، لما قال له سلم علم بما في أبي مسعود البدري من الإيمان، وكان بدريا من الإيمان، فذكره بالله جل في علاه حين قال له الله أقدر عليك، لذلك كف وأعتق الرجل، فقال الله أقدر عليك. وهذا ينفع جدا للمؤمنين، لذلك قال الله تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذلك أنت ترى الزجر يكون لا يكون إلا لمؤمن تقي النقي. وهذا يأتيك في المسألة تري هذا عندما قال أعوذ بالله فلم يستمع، هنا لم يلتفت لأنه كان قد غطي على عقلي في هذه اللحظة لما قال أعوذ بالله، ثم لما قال أعوذ برسول الله التفت الرجل. لا يقال بأنه عظم رسول الله أشد من تعظيمي لله، حاشا لله، لكن هو ما انتبه للأولى، لكن انتبه للثانية فوقع، فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة جدا، أن الأتقياء الأخفياء يعرفون بأنه من استعاذ بالله جل في علاه فعلامة التقى عندك أن يعيدك. يعني لو وقعت تحت كافر مثلا أراد أن يقتلك وأراد أن ينهب مالك وأراد أن ينتهك عرضك، فقلت أستعيذ بالله، فيعني لا يمكن إلا أن تقول لحياة لمن إيش تنادي. لكن لو وقعت تحت هذه مسلم وأخذته مثلا الحمية أو العصبية أو كان بينك وبينه مشاحة، وبعدما اشتد عليك وعلمت أن بطشه شديد فقلت أعوذ بالله مما تفعل، فإن علامة إيمان أن يكف عنك، علامة الإيمان أن يكف عنك. فإن لم يكف عنك فاعلم أن في الإيمان بعض الضعف أو كل الضعف، لأن الله تعالى بيّن لنا ذلك في كتابه، وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية وسنته الفعلية. أما فيما كان في الكتاب، مريم عليه السلام كما بيّن الله جل في علاه واتخذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، من؟ جبريل. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، هنا الشاهد الذي سأل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك أكمله. يبقى علامة التقى والورع أن يظهر عندما يستعذ بالله أمامك أن إيش؟ أن تقول استعذت بمعاد وتقف فلا تتعدى. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حيل بينه وبين ابنة الجون بكيد من نسائه، عندما قلنا لها قولي له أعوذ بالله منك يشتد حبه لك، طبعا هذا الذي حدث، وطبعا المسألة الله جل في علاه أعلم من يستحق هذه المنزلة. يعني هي المرأة يعني كدنا نقول في قلبها بعض الكبر، لما دخل عليها وضع يده عليها قالت يعني أو تتنزل المرأة للعبيد، هي تريد تترفع. مسألة معروفة عن النساء جميعا، لكن هذا رسول الله. فلما تذكرت قول عائشة فقالت له أعوذ بالله منك، وأراد أن يمد يده عليها، فلما قالت ذلك قبض يده وقال عست بمعاذ، الحق بأهلك وحرام على نفسك. هذا من التقى، فعلامة التقى أن من استعاذ بالله أمامك أن تعيذه. جاء قال أعوذ برسول الله. هذه مسألة أخيرة نختم بها الحديث هذا، وهي مسألة عظيمة جدا، ألا وهي جواز الاستعاذة بغير الله جل في علاه، مع أن الاستعاذة عبادة. والقاعدة التوحيدية العظيمة العقدية، كل عبادة، عايز أسمع، كل عبادة ثبتت، شوف هذا بوابة العلم قال عقيدة شيخنا ها، القاعدة التوحيدية المهمة، مش هذا الباب بابك ولا انت بابك اسمه صفات بس. شفت انخرام عقل، هات كل عبادة
يكون العبادة كده ما هو في عبادات لا 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 يقبلها الله جل وعلا، ورغم ان تدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقه رعاية. كل عبادة ثبتت بالشرع انها عبادة فصرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله الاستعادة عبادة. شفت الإدادة كلها والله المستعان. وين الدليل يا طلبة العقيدة؟ بالله عليكم اتقوا الله. هات يا صاحب الثلاثة. وين بقى وجه الدلالة يا أستاذ صاحب الثلاثة؟ فلسفة، انت خدت فهلاوة مصرية، فلسفة شامية وثقافة عراقية، ثلاثة مش ممكن يسميهم حاجة في الدنيا كلها. اتفضل. أحل بقى على آخر ناس، أحل على الثقافة العراقية. قطر والله أنت ما تركك أحد لا من الشام ولا من اليمن ولا من الغرب ولا من الشرق. تفضل يا قطر. مين؟ محمد دياب يمكن تكون عنده الإجابة. طب هات محمد دياب. يا سلام يا سلام يا أستاذ. نعم وجه الدلالة كما قالت إني قالت إني قال إني أعوذ بربي وموسى عليه السلام إني أعوذ بربي وربكم أن ترجمون. طيب وجه الدلالة حقا هو إقرار الله جل وعلا، لكن ما زلنا نقول أقره على شيء مباح. وإن الدلالة أنها عبادة وإن كان حق إن فيها دلالة ليست بقوية، لكن ليست بقوية. وين وجه الدلالة أنها عبادة؟ بس جيد إجابة جيدة. اللي حيموت على الجواز انا هو في غيرك هات. وين وجه الدلاله؟ ممتاز، هذا عصب الدليل ان الله جل وعلا قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وين وجه الدلاله؟ وبعدين ممتاز، لفوق العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، وكيف نعلم ان الله جل وعلا يحب ذلك؟ ان يامر به، فما أمر الله به فقد أحبه، وما أحبه الله نزل تحت مسمى العبادة، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها عبادة، لأنه قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الغرض المقصود لما أمر بها بأنها عبادة، فالاستعاذة عبادة، مع أنها عبادة جاز أن تستعيذ بغير الله جل وعلا، مع أننا قلنا في القاعدة العظيمة العقدية التوحيدية العظيمة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله شرك. صحيح، ومع ذلك هنا يمكن أن تصرف غير الله. قال أعوذ بالله أعوذ بالله، فلم يسمع أبو مسعود البدري، فقال عزت برسول الله، فالتفت أبو مسعود البدري. وجه الدلالة على أنه يجوز الاستعادة برسول الله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول إذن يدل بهذا الفعل بأن الاستعادة تصح من العبد الحي القادر الحاضر. العبادة وإن كانت عبادة لأنها ليست عبادة محضة الآن، يعني يصح الاستعاذة بالحي الحاضر القادر. والاستعاذة أخت الاستغاثة وأخت الاستعاذة، فلك أن تستعين بالحي الحاضر القادر عشان يخرج الجن، ما ينفعش تستعين بالجن وحل السحر بالسحر شرك لا يجوز. يبقى الاستعاذة الاستغاثة باب واحد. قال الله جل في علاه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو فوكزه موسى. وجه الدلالة وجهان، الوجه الأول إقرار الله، والوجه الثاني فعل موسى. وإقرار موسى عليه السلام لو كان منكرا لأنكر موسى، ولو أوحى الله إلى موسى أن ينكره. قال وإني عذت برسول الله، فلما جاء النبي صلى فأمره بعتقه فأعتقه. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أولا فضل الصحابة الكرام، فضل الصحابة الكرام، وفضلهم يظهر من المسارعة في تكفير الذنب، يسارعون في تكفير الذنب. الفائدة الثانية ما من عبد إلا وله الزلات والسقطات والهنات ولو كان خير البشر. فالصحابة هم خير الناس على الإطلاق، خير أمة أخرجت الناس من الصحابة، ومع ذلك فيهم الزلات والسقطات والهنات. لطم الجريع، لطم عبد، بل أبو بكر كان محرما
فعبده تلكع أو تأخر عليه أو تلكع أو تأخر عليه في أمر ما فقام بالعصا يضربه وهو حالة كونه محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول عمر الخطاب ويقول من معه ويضحك ويقول انظروا إلى المحرم ماذا يفعل بعبدي انظروا وهو لا ينكر عليه لكن يستغرب أنت حالة إحرامك وطبعا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.